كنت معا مع سميرة على راديو دوزام. يسعد الصباح، يسعد صيامكم ورمضانكم مستمعين على امواج راديو دوزام. مرحبا بكم حلقة اليوم الكل وتمعا واللي مخصينها معكم ومع السينابيل عياشي لمادة البيتا كاروتين. صباح الخير السينابيل. صباح الخير لسميرة، وصباح الخير السادة المستمعين. إذا سمعنا كثير تتكلم على هذه المادة هذه، كل ما جبدنا شي فاكهة أو خضرة لونها قريب للأحمر أو البرتقالي، لكن ما عمرنا ما خصنا لها الوقت باش نتكلموا عليها بالذات وعلى الخصوصية ديالها. فشنو هي البيتا كاروتين أستاذ نبيل عياشي؟ فهاد البيتا كاروتين هي مكون اللي كاين في الأغذية كيف ما شرتي، اللي عندها واحد اللون ما بين البرتقالي أصفر أحمر. هاد الكاروتين هو تتسمى كذلك أولا لا برو فيتامين أ، اللي هي تتحول في الجسم ديالنا الفيتامين أ. وهاد لا بيتا كاروتين فبطبيعة الحال كاينه في مجموعة ديال الأغذية، كاينه في الجزر، كاينه في المشمش، كاينه في الخوخ، كاينه في الدلاع، كاينه في الطماطم إلى آخره. فعلاش بغينا نهضروا على هاد لا بيتا كاروتين في هاد الوقت هذا؟ لأن تنعرفوا بأن فصل الصيف هو فصل الفواكه، والفواكه اللي تتبان خلال هذا الفصل هذا هي كلها فواكه عندها واحد اللون اللي هو معين. وهنا تنهضروا على الدلاع، تنهضروا على المشمش، تنهضروا على العنب، تنهضروا على وتا الخيزو كذلك اللي تيبان. فهذه كلها اغذيه اللي عندها علاقه بفصل الصيف، واحتوائها لماده البيتا كاروتين ما جاش غير هكاك. علاش؟ لان ملي تنهضروا على البيتا كاروتين فهي عندها مجموعه ديال الفوائد بالنسبه للجسم ديال الانسان، والدور ديالها داخل الجسم ديال الانسان مرتبط بهاد مرتبط كذلك بهاد 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 الفصل هذا، ومرتبط حتى بوجودها. وتنعرفوا بان هو الفرق اللي كاين باش نميزو هو ان لا فيتامين ا هي تتكون في الاغذيه اللي فيها الدهنيات، ولا برو فيتامين ا يعني لا بيتا كاروتين كاينه خصوصا في الخضر وفي الفواكه اللي ما فيهمش الدهنيات، فيهم خصوصا الماء. فمن تنهضروا على لا بيتا كاروتين اللي هو تيحولها الجسم كيف ما قلنا الفيتامين ا، وبالتالي فهذيك لا برو فيتامين ا اللي كاين فيها هاد لا بيتا كاروتين عندها واحد الدور كبير داخل الجسم ديال الانسان. بين هاد الادوار اللي كاين داخل الجسم ديال الانسان هو انها مهمه جدا يعني في بالنسبه للجهاز المناعي ديال الانسان، وخصوصا انا علاش بغيت نهضر عليها بزاف لانها عندها علاقه بالجلد. وتنعرفوا بان هاد المشاكل اللي تتوقع في فصل الصيف بزاف هي الجلد، هي المشاكل اللي عندها علاقه بالامراض الجلديه نظرا لتعرضنا لاشعه الشمس بشكل كبير. وداك الشيء علاش انا دائما تنقول ان كاين هناك علاقه ما بين وجود الاغذيه والفصل ديالها. فالوجود ديال الاغذيه اللي غنيه بالبيتا كاروتين في فصل الصيف ما جاش غير هكاك، يعني الوجود ديال هاد الاغذيه ديال فصل الصيف غنيه بيتا كاروتين من اجل الحفاظ على الجلد ديالنا. وتنعرفوا بان بين المشاكل الكبيره اللي تتوقع هي بالنسبه للجلد، وهذه فقط فرصه ومناسبه باش ننصحوا الناس باش ما يتعرضوش بشكل مباشر لاشعه الشمس، ملي تكون اشعه الشمس عموديه خصوصا ما بين الوقيته ديال الظهر والعصر، ما بين 12 تقريبا الوحده حتى للاربعه ولا الخمسه العشيه. فالتعرض كيف ما ترجع دائما وتنرجع تتعجبني ديك الجمله ديالك كولي بان عليك. فالناس ربما تعتنيوا بالجلد ديالهم فقط بالمظهر الخارجي وتنساو المظهر الداخلي. وهنا هاد لا برو فيتامين ا تتعاون داخليا الخلايا الجلديه ديالنا، وبالتالي فالاستهلاك ديالنا. داكشي علاش ملي تنشوفوا اختي سميره شوف الحكمه الربانيه ديال هاد الامور، راه ما كاينش امور اللي غير هكاك جات غير هكاك. شوف هاد الالوان هادي ديال اللي قلنا بان هاد لا بيتا كاروتين كاينه في الاغذيه الملون الملونه لهذا اللون احمر الى اخره. فمني تنهضروا على هاد لا بيتا كاروتين شوف سبحان الله ما كاينش شي فصل اللي ما فيهش غذاء فيه لون احمر او لا برتقالي طيله فصول السنه. نبداو من الخريف وحنا جايين، الرمان، من بعد هو جا الفريز، من بعد هو جا المشماش، من بعد هو جا الدلاع، من بعد هو جا البطيخ الى اخره. فجميع الاغذيه يعني جميع الفصول بربعه فيها اغذيه اللي فيها لا بيتا كاروتين او اللي اللون ديالها فيه هذا اللون هذا اللي تعني ان الغذاء يحتوي على بيتا كاروتين. علاش؟ لان هاد لا فيتامين ا او لا برو فيتامين ا او لا بيتا كاروتين عندها واحد الدور مهم داخل الجسم ديالنا. تنعرفوا بان لا فيتامين ا تتلعب دور مهم جدا بالنسبه للخلايا ديال قلنا المناعه ديالنا، بالنسبه للجلد ديالنا، كذلك بالنسبه للشوف ديالنا يعني لا فيزيون ديالنا مهمه، كذلك بالنسبه خصوصا النظر الليلي يعني الشوف الليل ملي ما تيكونش الضو بزاف. وبالتالي فادخالها الجسم ديال الانسان تيخصو يتم بشكل يومي
يعني صحيح ان الاحتياجات ديالنا ماشي احتياجات كبيره، يعني احتياجات ديالنا هي تختلف تقريبا ما بين 900 ميكروغرام ماشي حتى ميليغرام، 900 ميكروغرام. وبالتالي فربما كاين اللي غيقول لكم بما ان الكميه قليله فنقدر انني نسد الاحتياجات ديالي منها بشكل سريع وبشكل نعم الا كان عندنا واحد النظام غذائي يحتوي على اغذيه طبيعيه اللي فيها البيتا كاروتين، لان عدم ادخال البيتا كاروتين بشكل كافي اكيد سيكون عنده مشاكل وغيكون عنده اضرار بالنسبه لجسم الانسان، لان كل مكون غذائي عنده الدور ديالنا. وهذا البيتا كاروتين ربما ما تنسمعوش عليها بزاف، ربما ما تنهضروش عليها بزاف، ولكن هي تتلعب كذلك دور مهم جدا بالنسبة للنمو، يعني بالنسبة للأطفال، يعني إعطاء هذه المادة هذه بالنسبة للأطفال يساعد بالنسبة للنمو، ومن تنهضروا النمو سواء النمو داخلي أو النمو خارجي، كذلك كيف ما قلنا بالنسبة للجهاز المناعي. وأنا تنأكد كذلك بأن هاد البيتا كاروتين تدخل كذلك في الخانة ديال مضادات الأكسدة، فهي مضادة للأكسدة وبالتالي فهي مقاومة للسرطان، فإدخال البيتا كاروتين جسم ديالنا يقلل من خطر ديال الاصابه بالسرطانات. ومن تنشوفوا بان المشاكل كذلك اللي عندها علاقه بالسن، يعني بالنسبه للشيخوخه، يعني الشيخوخه المبكره اللي اصبحت الان منتشره كامل الان في المجتمع ديالنا بجميع اعراضها سواء الاعراض المرضيه ولا الاعراض الفيزيولوجيه، فلا بيتا كاروتين كذلك تتلعب دور في الوقايه من هذا المشكل ديال الشيخوخه المبكره. واش هي دائما مقترنه بالفواكه والخضر اللي لونها احمر؟ في غالب الاحيان دائما مقترنه بالدلاح، راه فيه البيتا كاروتين. نعم فيه بيتا كاروتين، فيه الزور، الشماش، البرقوق، كله فيه بيتا كاروتين. يعني يعني واخا الاحتياجات ديالنا قليله، وجودها كذلك واخا كاين في الطبيعه بشكل قليل في الاغذيه، ولكن كاينه بزاف ديال الاغذيه اللي فيها البيتا كاروتين. يعني ملي غناخذ مثلا المشمش وغنتبعو من بعد شهرين غيخرج، غناخذ لي سوغيز مثلا نحب نملوك من بعد غيبان عاوتاني الدلع، غناخذ الدلع من بعد ملي غيمشي الدلع ولا نمشي الليمون، تيبان الليمون، الليمون بون كاين شنو تيبان بعد؟ تيبان الرمان. فهمتي؟ من بعد تيمشي الرمان شنو تيبان؟ ها الفريز. يعني دائما كاين واحد الماده فيها البيتا كاروتين. يعني هذا سيدل على الاهميه ديالها بطبيعه الحال، وهذا اللون اللي تلقاوه طيله السنه حاضر في الاغذيه ديالنا. فخيزو كذلك. في الفجل كذلك. يعني فيه بيتا كاروتين. السؤال المطروح الان ملي تيولي عندنا كيفاش، حيت السؤال اللي غيمشي مباشره للمستمعين ديالنا هو يقول لك هي كاينه بزاف، الاحتياجات ديالنا قليله، دونك ما كاينش هناك نقص. لا، يقدر يكون هناك نقص. علاش؟ لان كنا نشرنا في احدى الحلقات بان كاين بعض الطرق الغذائيه اللي تتفقد الجسم هذه الفيتامينات، وبالتالي فالتناول كميه قليله من هذه الفواكه بالموازات ديالها تناول كميات كبيره من السكريات ومن الدهنيات يفقد الجسم مخزونه من هاد البيتا كاروتين ولا من هاد الفيتامين برو فيتامين ا ولا من الفيتامينات بشكل عام. فتناول هاد الاغذيه دي، علاش حنا منين بدا فتره الدلع وتنقولوا الناس خذوا الدلع ما عندناش مشكل، لان ادخال هاد الاغذيه دي وادخال هاد الفواكه خصوصا في فصل الصيف غيخلي الجسم انه يدير مخزون ديالو داخل جسم الانسان، انه سيصلح ما تم افساده قبل. وحتى بالنسبه للجلد ديالنا خصوصا في فصل الصيف، وانا غنعاود نقولها راه محتاج لهاد الفيتامين. صحيح ان الناس يبقاو يدهنوا لي كريم بور برونزاج اكسيتيرا، راه لا برو فيتامين ا مهمه كذلك حتى بالنسبه للبرونزاج. واخا الناس اللي سياخذوا الاقراص ماشي على حساب دائما المواد الطبيعيه، ماشي على حساب المواد الطبيعيه. يعني يقدر يمشي عند طبيب يلقى عنده نقص مثلا في احدى المكونات الغذائيه، خاصو ياخذ بطبيعه الحال الاقراص، ولكن ماشي على حساب الاغذيه الطبيعيه. ناخذ الاقراص الا كان عندنا محتاجينها، الا كانت حالات مستعجله ناخذ المكملات الغذائيه، ولكن خاص يبقى لا بالنسبه غير للتجميل. الناس اللي سياخذوا لا فيتامين ا على شكل ياكلوها احسن. ايه شوف لوتيل لاغريابل، جواندر لوتيل لاغريابل، علاش لا؟ ماشي مشكل، غير ماشي غنقول خديت لا برو فيتامين او غنكون خديت لا بيتا كاروتين سو فورم دو كومبريمي ودونك بلا ما ناكل لا دلاح لا مشمش، ماشي هكا. نقدروا نتناولوهم جوج، انا افضل دائما وما يكونش يعني واحد الافراط الا كليناهم يعني بشكلهم الطبيعي وكذلك بشكلهم الكيميائي. خاصنا نحترموا المقادير اللي كاين في الكومبريمي، لان حيت بعض الاحيان الناس شنو تيديروا، خصنا نديروا شي حلقه على هاد لي كومبليمون. الناس تيقول له خذ حبه وتياخذ جوج باش يكون مفعول مركز، تقول لك راه غير فيتامين ماشي مشكل. لا هذا خطا. فال ناكلوا المواد الطبيعيه، مشيو للمواد الطبيعيه الا كانت هناك بعض الاعراض ولا كانت هناك بعض المشاكل ولا كان الطبيب نصح باش طبعا خاصنا نتبعوا النصيحه ديال الطبيب، ناخذوا الاقراص ولا المكملات
الفيتامينات فبهذه الحاله ما كاينش هناك مشكل. ولكن بالنسبه للناس العاديين اللي يسمعوا بان لا برو فيتامين ا ولا بان لا بيتا كاروتين عندها واحد الدور مفيد الى اخره وغيقول نفسيا بان ما عندي لاش ناخذها من الجانب الغذائي ناخذها غير من الجانب ديال الاقراص فهذا خطا فماشي نفس الشيء وما عندهاش نفس الدور وما عندهاش نفس الفوائد. وكيف ما تنقولوا دائما في تقاليدنا الغذائيه دائما المواد المهمه حاضره يوميا على الطبلة ديالنا. فمن بين الاشياء اللي كانت تحضر على مائده المائده المغربيه للطعام كانوا شليدات مشرملين، كان خيزو مشرمل مثلا. نعم. الخيزو مشرمل بطريقه خيزو ليمون والمحكوك مثلا، مي خيزو مشرمل هي وصفه لذيذه جدا وما بقاوش الناس يديروها ما عرفتش علاش. اذا ناخذ كميه من الجزر. احنا سميره تنقولوا الناس الا جينا عندكم اش توجدوا لنا؟ البلدي فقط. اخي الزوم سهلين ياك. سهلين ورخاص. تماما سهلين ورخاص ومفيدين، هذا هو الاهم. اذا تناخذوا كميه من الجزر تنقيوها وتنقطعوها دوائر، نسلقوها ونصفيوها. طبعا غادي نسلقوها في الماء مسخون، من الاحسن باش تحافظ على الفوائد ديالها فيها. انا تنعرف بان الحاجه اللي تنسلقوها في الماء بارد كل المكونات ديالها تتمشي مع الماء. نعم. وبالتالي خصنا نحتفظوا بهذاك الماء ونستعملوه. الحاجه اللي سلقناها في الماء تيغلي فهي غتبقى محافظه على هذيك المواد ديالها وبالتالي نقدروا نستغناو على الماء. اذا تنسلقوا الجزر ونصفيه تيكون مقطع دوائر من قبل، تنزيدوا ليه شويه الكمون شويه التحميره بحال الشرموله الهاديه، كمون تحميره جوج دروس ديال الثومه ابزار ملح خل وزيت بلديه لذيذ جدا جدا. نحطوه في صحون ساتيك شي هذيك حط البلديه تتعجبني. التبصيل الكبير الطبق الرئيسي والشليدات يا اما خيزو مشرمل يا اما الفول منقوب يا اما ياك. انا واحد النهار غادي نعطيهم الوصفه ديال المكور مشرمل. عمرك كريسي؟ لا. لذيذ جدا. ولكن المنقوب جبتي دابا حيت من احب الاطباق عندي هو الفول المنقوب. نديرو توا ان شاء الله. قبل من ذلك نتلاقاو غدا في شي حلقه اخرى من كل معا. نهاركم مبروك وصيامكم مقبول باذن الله. الى اللقاء. كل معا.